فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة أو مس المصحف أيضا على غير طهارة؟ أما مس المصحف مباشرة من غير طهارة فلا يجوز، لا يمسه إلا المطهرون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما مسه من وراء حائل فلا بأس به، ولو كان على غير وضوء، من وراء حائل لا بأس. وقراءة القرآن عن ظهر قلب حفظ، يجوز للإنسان أن يقرأ وعليه حدث أصغر ولو لم يكن متوضئا، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، ولم يكن يحبسه عن تلاوة القرآن إلا الجنابة. فالذي عليه حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. نعم.